طيب هل يمكن للمواطن ولأفراد الأسرة أن يصابوا حقاً باضطرابات نفسية نتيجة هذه الأزمة؟ أكيد، هي من الاحتياجات الأساسية للإنسان اللي هو شيء عندك الكهرباء والماء والغذاء. لما الإنسان يحس أن هذا الشيء هذا تعرض للخطر، عفوا الكهرباء والماء والغذاء، هذا أشياء أزمان نعرفه للماء والغذاء فقط، والماء الكهرباء ها؟ تو زيد الكهرباء زيدها، هذه المأوى خليه بروحه هذاك المأوى. لكن تو الأشياء الأساسية نفس القصة، عندنا الماء والكهرباء والغذاء. ما تنساش الكهرباء أنك أنت تحط في الثلاجة تحفظ الأغذية، كهرباء للتسخين المياه، كهرباء للتدفئة بتاعت البيت، كهرباء لصبحة كل شيء، للهواتف، للتليفون، لكل شيء، التواصل المستشفى. يترتب عليها كل شيء، إذا كان انقطاع الكهرباء يعني معش فيه مية. أكيد، وتفسير الغذاء. معش فيه تبريد في الثلاجات. والتدفئة. إيه معش فيه تدفئة في الصيف، معش فيه تبريد حتى للمكيفات. صحيح. يعني لم يصبح الكهرباء الآن هو حاجة من الكماليات، وإنما هو شيء أساسي من ضروريات الحياة. من ضروريات جدا، حتى زمان الناس تقدر تعيش بلا نور، كما عندهاش مصباح في البيت، سواء كان يشتغل بالزيت أو بالكروسين، تصبح الناس في ظلام. أنت غير عندما يهرب الضي تشوف شنو تصير الكبت اللي يصير على الإنسان بصفة عامة يعني. هذا كله حيخلق لك مشاكل، أكيد أخطرها لي القلق، يصبح الإنسان يعاني من قلق، والقلق ينتج عنا ضغط، والضغط ينتج عنا مرض نفسي، سوء تصرف عند الإنسان، ويخش في حالات، ويخش في مشاكل أولى آخر، لأن هو يتعرض للمشكلة هذه، يريد يدور في حلول أخرى، وما يلقاش حلول أخرى، وما يلقاش من يساعد أو حد يعطي حتى أمل أو بسيط، أمل بسيط، تصبح فيه ضغط على الإنسان بصفة عامة، يتعرض للمشاكل. البعض الآن ممن يتابعنا يحس أننا نبالغ، يعني الناس لولا كيف كانت عايشة إذن؟ إذا كان الآن درنا انقطاع الكهرباء تسبب في اضطرابات نفسية وأمراض نفسية وقلق ما قلق واكتئاب ما اكتئاب وكأننا يعني نبالغ. لا ما نبالغش، لأن كل حقبة زمنية وكل جيل ليه متطلبات نتاعها وليه التركيبة نتاعها السلوكية والنفسية والاجتماعية. احنا الجيل هو متعود على الكهرباء، أنا من لومش جدي وحنا العمارة متوفين تو هو عاش 100 و100 واش يعني من القرون اللي فاتوا يقول لا والله يضحك عليك فلان كان ما فيش جاي، بالعكس بيتعلم هم، تعلم في جيل هم فقدهم هم، ولا تقدر تعيش في بيتك ما عندكش حطب وما عندكش زي ما نقول احنا بياض اللي هو الفحم وما عندكش مصابيح نتاع زيت، وما نقدرش نعيش، هذيك اساسات حياه، لان هذاك العصر متطلب الشيء هذا. تعال عصرنا احنا نفس القصه، شيء رئيسي اللي هو الكهرباء ليضخ المياه زي ما قلت لك، لحفظ المواد الغذائيه، للتواصل مع الناس، يعني شيء مهم. انت حتى لما تنقطع كهرباء تنقطع حتى على محطات الوقود والبنزين بصفه عامه، تصبح في مشكله، حتى الناس تتعطل العمل نتاعها، صارت تتعطل المدارس، هذه كلها حسب المآسي، ان هذه هي يعني احتياجات العصر. احنا ما نقولوش نقولوا لا والله احنا نربط بالعصور القديمه، يعني كل عصر له احتياجات معينه. تعال لنا الزمان قل المطر بلا مؤاخذه وما فيش